عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. ثاني نموذج لاسم الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان والمضمر ناجم بن علي الغيلاني. المركز الثاني شاهين لاسم الشيخ حمد راشد بن حمدان بن محمد بلد المكتوم. 9 دقائق 35 ثانيه وجزء 1 ثانيه يعاود قوده في عمليه تضمير رانم بن سعيد. بينما في المركز الثالث كان شاهين التابع لهجنه العاصفه ياتي هنا بتوقيت زمني وقياسه 9 دقائق 36 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه مع المضمر غيات الهلالي. التواصل يستمر والاشواط تتواصل وتتوالى بالانطلاق. شوط ينتهي وشوط يبدا ليحمل حماس اخر الكثير. الشوط 11 اعلنت انطلاقته عن الابكار الاذاع بشعارات مؤسسات اصحاب السمو الشيوخ في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نسير بالمركز الأول والشاهينية على مقدمة هذا الشوط. الشاهينية تقود مسار الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وقانم بن سعيد بن سالم يقودها في التضمير. تليها في المركز الثاني هملولة، تأتي في المركز الثاني من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي يضمرها. بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذه اليافل، تأتي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها عبيد بن محمد بن ضبيعة. على المركز الثالث المركز الرابع وهذه مودة، تأتي في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان. محمد بن ياب اللينيبي يتولى عملية تضميرها. المركز الخامس في هذه اللحظات الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. تأتي في خامس المراكز ونشوف المركز السادس من وصلت له هذه مشاهدينا الأعزاء. مودة مودة انطلقت كذلك بهذا الأداء، ولكن هنا تأتينا في هذه اللحظة هملولة من هجن الرياسة يضمرها علي بن يميل الوهيبي. والمركز السابع هجن العاصفة الشاهينية يضمرها غياث الهلالي. أما المركز الثامن هجن الرياسة تقدم هملولة والمضمر علي بن يميل الوهيبي. والمركز التاسع الشاهينية لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوب يضمرها غانب بن سعيد بن سالم. والمركز العاشر هناك هذه تقدمت في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء الفاتنة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، نتيجتنا الأولى وإذاعتنا الأولى للعشر في هذا المسار وهذا اللقاء المسائي في هذه الانطلاقات الجميلة الحاضرة في ميدان المرموم والتحديات. نعود مشاهدينا الأعزاء مرة ثانية للمراكز الأولى، عودة بعد إكمال الإذاعة الأولى للعشر. نعود للمراكز الأولى، نعود للانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا اللقاء الجميل. ننطلق مع المقدمة المركز الأول وهذه الشاهينية على مقدمة الشوط. الشاهينية على المركز الأول تقود مسار الشوط وانطلاقاته، تندفع بالمقدمة حاملة لواء الناموس والتحدي والأثارة. على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها قانم بن سعيد بن سالم. هجن العاصفة من جانب اليمين والشاهينية مع غياث الهلالي في هذا الاندفاع والانطلاق. المركز الثالث هملولة بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة وعلي بن يمي اللوهيبي يتقدم في التضمير. على المركز الثالث والرابع كذلك هملولة مع هذا الشعار الحمر وعلي بن يمي اللوهيبي. المركز الخامس من تقدمت اليافل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتولى عملية تضميرها وتدريبها عبيد بن محمد بالضبيعة. المركز السادس هذه مودة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. محمد بن يابر لينيبي يتقدم في عملية التضمير. المركز السابع هذه الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم
اليوم يضمرها غانم بن سعيد بن سالم. المركز الثامن هجن العاصفة الشاهينية يضمرها غياث الهلالي. المركز التاسع أيضا تقدمت الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. والمركز العاشر هذه هملولة من هجن الرياسة يقودها في التضمير اللي هو الظافر علي بن يمي الوهيبي. الإذاعة الثانية للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط المنطلقة في هذا المساء الجميل والرائع في أرضية ميدان المرموم. ميدان المرموم في انطلاقاته في تحدياته في هذه الانطلاقة نسير مع المراكز الأولى. نتقدم بالمركز الأول نسير مع هذا الشوط نندفع مع الإذاعة في يوم الإبداع والإمتاع. المرموم غير دائما في هذه التحديات في هذه الانطلاقات نسير مع الشاهينية اللي في المركز الأول. الشاهينية اللي تقود الشوط وتندفع بالمركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يضمرها غانم بن سعيد بن سالم يتابع تضميرها وإدارتها مع هذا الاندفاع لوحة الاثنين كيلو متر. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الثالث ثالث المراكز وها هذه هملولة من هجن الرياسة الظافر علي بن يمي اللوهيبي. وصلت الأسماء كل الأبكار لذاع تقاربت من بعضها البعض اندفعت إلى المراكز المتقدمة لتعطي الشوط تعطي الشوط انطلاقة جميلة وتحدي ومنظر جميل. هجن الرياسة تقدم هملولة الأخرى كذلك على المركز الرابع وتتقدم في هذه اللحظات بإشعار هجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي. وهجن العاصفة أيضا تقدم الشاهينية على المركز الخامس وغياث الهلالي. هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة والشاهينية على رأس الحربة على رأس الحربة ما شاء الله ترقص على المركز الأول تندفع بالمقدمة تأتي بهذا الاندفاع. ولكن العاصفة والهلالي غياث الهلالي وهجن العاصفة. غياث الهلالي مع هجن العاصفة الشاهينية انطلقت بالمركز الأول مع هذا الاندفاع مع هذا الانطلاق الجميل. الكيلو الأخير والخطير مع هذا الاندفاع والشاهينية تهجن العاصفة والشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وغياث الهلالي وغانم بن سعيد بن سالم مع هذه الانطلاقات مع هذه الأمسية الجميلة. المركز الثالث والرابع هجن الرياسة تقدم الهماليل كذلك بهذا الاندفاع وبهذا الانطلاق. يا سلام شوط مثير وجميل للغاية يعني يعطيك متعة جميلة للمتابع والمشاهد. الشاهينية على المركز الأول ما شاء الله الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وغانم بن سعيد بن سالم أحد شبابنا المضمرين. ولكن الهلالي والعاصفة في هذا الاندفاع والانطلاق دائما تأتي بكل ما هو جميل بكل ما هو جديد بكل ما هو رائع. تهانينا لهجن العاصفة على فوز الشاهينية بالمركز الأول والنقطة الثالثة في هذه الأمسية وشكرا لغياث الهلالي على هذا الأداء الجميل. لحظات الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني من هجن الرياسة. المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع هجن الرياسة والمركز الخامس هجن العاصفة. هكذا النتيجة. ولكن العودة إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته الجميلة التوقيت الزمني
تسع دقائق 25 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي المركز الثاني. نشوف الثانية توقيتها 9 دقائق 27 وجزئين من الثانية هملولة من هجن الرياسة. تهانينا وتهانينا للظافر علي بن أمير اللهيبي المركز الثالث. ناخذ الثالث ونشوف توقيتها هذه على شاشة التلفزيون. توقيتها الزمني 9 دقائق 27 3 أجزاء من الثانية الشاهينية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لغانم بن سعيد بن سالم. تهانينا للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى.